حازم انا سؤالي مش كده، انا سؤالي انا بتكلم بس على نقطه، ما هو انا بتكلم عن النقطه مين دي، فرود وباسم وكده. انا بتكلم عن النقطه دي، انا بتكلم هو من التغيير ده لازم يكون عايز حاجه. هو احنا ما بينشط الهجوم بتاعه، هو عايز يلعب براسين حربه ويشيل شيكابالا مثلا مش موفق، يلعب براسين حربه ضاغطين، وده كويس، فكره كويسه. انت ما بتتكلم بقى اللي نزل ده كويس ولا مش كويس، لا انا ما بتكلمش حالته. انت بتقول ما بتقول على حسب ميكي تغييره كويس ولا لا. بس اقول لك حاجه، بس طلع النبي بقى كابتن، لازم اسال السؤال، لازم احط السؤال. سيف ان التغيير اللي حصل مفيد في يعني في نزول، طب هو معانا يقول لنا حاجه ايجابيه ان هو يزود حاجه على التغيير. ربنا يخليك كابتن، بس انا اخد حق السؤال مش حق الرد. هو هيقول انا بسال سؤال تاني خالص يا كابتن. انا السؤال الاولاني انت رديت عليه، احمد حسن مكي تغيير كويس ولا دي نمره واحد؟ نمره اتنين، تغيير احمد حسن مكي نفسها بشيكابالا، يعني انا الشوط الاول بتاع نادي الزمالك الناس بتوصل مايوكا بشكل كبير جدا وهو راجل غير موفق. اذا انت الخط اللي ورا راس الحربه بيوصل راس الحربه، انت النهارده بتطلع شيكابالا اللي ممكن يوصل لك اي واحد كويس، وبتنزل احمد حسن مكي، ده اللي بس عليه. ماشي استاذك، بس ناخد اسلام جمال سريعا. كابتن اسلام مساء الخير. ازيك يا كابتن سيف؟ ازي حضرتك؟ ازيك يا حبيبي، وحشني، عامل ايه؟ معلش يا كابتن، كنت لسه طالع بس من الاستاد وكان في دوشه حواليا وبتاع، اخدت بعضي وجريت على الكومتيلا. ولا يهمك، احنا اخر حاجه قفلنا عليها ان كابتن حازم بيقول لك انت كل مره قدام نادي الزمالك تعمل نفس القصه دي. يا كابتن انا النهارده ده ما طلعتش عند الجون عند الشناوي خالص، بس قافل على مايوكا. وانت عايز تطلع كمان يا اسلام؟ من ورا ما اتحركتش من ورا. وانت عايز تطلع كمان؟ لا ما وقفت ورا خلاص، هم جابوا الجون ماليش دعوه، اللي يجيب يجيب، انا قاعد. لا بس هايل يا اسلام، يعني مسكت شعر بشكل كويس. وعرض لك طبعا نادي الزمالك ولسه دوري كبير، وان شاء الله الدوري ما يبقى للزمالك لو الاسماعيلي ما خدوش طبعا، وبتمنى لهم الخير الفتره اللي جايه دي كلها ان شاء الله. يعني اكتر حاجه بسطاني يا اسلام الحقيقه ان انت من اللقاء للقاء بتؤدي بشكل جيد، يعني حتى لو قدام الزمالك الاهلي ده طبيعي ان انت كلاعب محترف، ولكن في الماتشات الكبيره ده بتبقى موجود بشكل كويس. الحمد لله كابتن، دي طبيعه اللعيب، اي لعيب بيتمنى يقعد طول السنه يستنى ماتش الزمالك او ماتش الاهلي عشان طبعا يطلع للناس كل اللي عنده، يظهر للناس ان اسلام جمال لعيب كويس. اي لعيب مش اسلام جمال بس يتمنى يلعب قدام الاهلي قدام الزمالك. انا طبعا انا عن نفسي يا كابتن انا بحب العب الماتشات دي جدا، انا بحب العب طبعا قدام فريق نادي الزمالك، ومش بغل زي ما الناس بتقول انا بغل، لا بالعكس خالص، انا كلهم صحابي. انا طارق النهارده ضربني وقلت له يا طارق بالراحه عشان رجلي متعور، انا بلعب اصلا وانا متلصم والله العظيم. حتى انا كنت مكلم كابتن مدحت امبارح، هو عارف كمان، قلت له كابتن رجليا وجعاني واشتكيت من رجلي، قال لي لا انت راجل ولو هتلعب وخلي بالك بس على نفسك والعب لعبك الطبيعي، واساله كمان. وانا بحب كابتن مدحت ده ماشي الاعلى طبعا في اي حاجه، وبكلم معاه على طول. انا زي الناس دول ده بيهرب ومش بيهرب، لا انا ما هربتش خالص، انا راجل الحمد لله، والناس اللي تقول كده مش انا اللي اقول كده. ربنا يوفقك. يعني اتجاهك ايه بعد الموسم ده ان شاء الله؟ انا كابتن لسه فاضل لي 4 سنين في الزمالك. انا طبعا نادي الزمالك مش يعني ده دي رغبتي الاولانيه اللي انا ابقى موجود في نادي الزمالك، بس نادي الزمالك مش عايزني، انا موجود في نادي الاسماعيلي ان شاء الله. ان شاء الله يا كابتن ربنا يوفقك، ويعني مزيد من التوفيق والنجاح كده. احمد سمير معاك يا كابتن؟ لا والله يا كابتن، معايا سعد مصاب، سعد حسني، وراح اعمل له شعر على رجله دلوقتي اهو. الف سلامه. طب طمنا عليه يا كابتن كده وسلم لنا عليه. حاضر، الله يسلمك يا كابتن. ربنا يخليك. ماشي يا كابتن، مشكوره كابتن، شكرا جزيلا. كابتن اسلام جمال نجم نادي الزمالك والنادي الاسماعيلي حاليا.